مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي. جئنا إلى هذا المفكر الكبير ونحن يعني نحمل كثير من التساؤلات. العنوان الرئيسي هو تجديد الخطاب الديني، لكن حينما تعمقنا يعني اكتشفنا أن هناك علاقة بين ما هو ديني وبين ما هو سياسي. وجدنا أشياء ومجموعة من الظواهر التي أرجعها البعض إلى ما هو ديني وأرجعها البعض إلى ما هو سياسي. هناك تشابكات كثيرة جدا، نحاول أن نفك هذه التشابكات من هذا الحوار لنصل إلى حقيقة ما، لنصل إلى غاية ما في النهاية تيسر علينا فهم ما هو الخطاب الديني وعلاقته بما هو سياسي، وفضاء النص كيف يمكن أن نجور عليه دون أن لا ندري أو لا نقصد هذه المسائل. أستاذنا الدكتور حسن حنفي، أهلا بحضرتك، شرفتني في هذا اللقاء. ومسألة الخطاب الديني، البعض ينظر إليه على أنه خطاب يعني لفظ كلام، لكن الأمر يعني نريده أعمق من ذلك. فكيف يمكن أن نحدد أطر تجديد هذا الخطاب؟ كثر الحديث عن تجديد الخطاب الديني في الشهور الأخيرة، وكالعادة بناء على توجيه من الرئيس، وبناء على دخول الإعلام في هذا التوجيه، وبناء على أسبقية من سيستطيع أن يقول أفضل ما لديه في هذا الموضوع الذي ألقاه الرئيس في جبهة الإعلاميين. والحقيقة أن الخطاب شيء والواقع شيء والمعاني شيء. الخطاب الديني يقصد الناس به الألفاظ واللغة، وحتى اللغة التي يقصدون بها الخطاب الديني يعني يعطونها معاني أيضا دينية ولغوية، وكأن الواقع الديني لا وجود له. لذلك هل الجنة والنار والصراط والميزان إلى آخره، هل هذا خطاب ديني أم أنها ألفاظ في موضوعات خاصة من أجل إشاحة الأنظار عن موضوعات أخرى هي أيضا من الدين، نعم، مثل الغنى والفقر والاستبداد والقهر إلى آخره. ومن ثم في التجديد يعني إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد أي تغيير الفكر بالثوب الذي يحمله هذا الفكر، وهو اللغة، كل جيل أو كل جيلين، لأن العلوم الإنسانية تتغير، والعلوم الإنسانية هي التي تحمل هذه اللغة، ومن ثم يعني الدين أو الخطاب الديني يتغير بتغير العلوم الإنسانية. مثلا تجد خطاب ديني عقلاني في عصر عقلاني، تجد خطاب ديني حسي في عصر التيار الحسي، تجد خطاب ديني وجودي في عصر الوجودية. نعم، الدين ليس عالما مستقلا عن حياة الناس، عن الغنى والفقر وعن البسطاء وعن إلى آخره. ومن ثم يعني أنت شؤون سميتها الدنيا، أنتو أعلم بشؤون دنياكم، يعني شؤون المجتمع الدنيا. المدني اللي لو قلنا الحديث يعني يوازيه بهذا الشكل. بس حضرتك، أنا عاوز أقف عند نقطة مهمة جدا، وفي سياق كلامك قلت الكل انساق حينما تحدث الرئيس ودعا وطالب بتجديد الخطاب، وأنت تقصد الرئيس السيسي في أكثر من خطاب يطالب. تقصد أنه لو لم يدخل السياسي على خط التجديد أو طلب التجديد ما كان هناك تجديد؟ يعني أنا عاوز أربط العلاقة بين ما هو سياسي وبين ما هو ديني في العقل العربي القديم. التيار العام آه هو تيار سياسي وليس تيارا دينيا، م. هو الانفصال عن السياسة.
فصل الدين عن السياسة، فصل الوظيفة عن السياسة، فصل الجامعة عن السياسة، فصل كل شيء عن السياسة، وحصر السياسة في علبة مستقلة حتى لا يكون لها أثر. مع أن هذا قد يسبب العكس، قد يخرج هذا القمقم من القفص ويفجر نفسه في داعش وفي نصر الله وفي إلى آخره، لأنك حبست هذا العفريت ولم تعطي له مجاله الطبيعي للانتقال وللتعبير وهو الدين. وبالتالي كيف أعطي له مجاله لينتقل ويتحرك؟ يعني أنا أشوف داعش يسبحون باسم الله، الحوثيين وهم فرقة إسلامية زيدية تحتل عدن وصنعاء، يعني وكل له يجد في النص ما يبرر فعلته ويقول لك ده فقه، والناس اتلخبطت وتاهت، مين الصح؟ هو يعني الذي يريد أن يعرف ما هو الدين يعرف ما هي هموم الناس. هموم الناس لو استقصيتها بعالم اجتماع لعرفت أنها الفقر، لعرفت أنها بالنسبة للمثقفين خاصة الاستبداد، لعرفت أنها الإسكان، لعرفت أنها المرض، لعرفت أنها الجهل والتعليم. هذا هو الدين الذي يريد أن يجدد الخطاب الديني. أما الدين بمعنى بعض الألفاظ الخاصة في موضوعات خاصة غيبية لا ندري عنها شيئا إلا روايات منقولة، والنقل ليس حجة عند القدماء لأنه لا يستند إلى العقل ولا يقول ولا يقوم على برهان. ومن ثم الذي يجدد هو الذي يغير ليس فقط اللفظ، ولكن يغير الميدان، يغير المنطقة التي يتحدث فيها الناس. يعني أخيرا قرأت أنت في الإعلام المصري، هل صحيح أن شقة رأس الرسول في معركة أحد أم لا؟ والبعض يقول الروايات غير صحيحة، والبعض يقول الروايات صحيحة إلى آخره. والفلسطينيون تشق رؤوسهم في الأرض، والأطفال تذبح في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. إذن ليست القضية هي قضية غزوة أحد، ما الذي سنستفيد من ذلك؟ إنما القضية هي كيف يستطيع الإنسان أن يدافع عن عصره وأن يدافع عن هم يقولون جيله. يقولون هذا في الفقه الإسلامي القديم، حتى الذين تحدثوا عن رضاعة الكبير، تحدثوا عن الرجل يضاجع زوجته الميتة، كلها لما تيجي تقول لهم هذا كلام قديم لا يلائم هذا العصر، يقول لك هذا في الفقه وفي فصول في الفقه. إذن هل كتبنا القديمة وفقهنا القديم يحتاج إعادة نظر، إعادة تغيير؟ بطبيعة الحال إن إعادة تجديد، حتى هناك نصوص لا تلائم العصر، ومن يفعل ذلك؟ الفقه هو اجتهاد كل جيل في فهم النصوص، القرآن والسنة. والأجيال في ثقافتها تتغير، والرؤى تتغير، والعلوم الاجتماعية تتغير، ومن ثم فكل ما هو موجود في الكتب القديمة في الفقه إنما هو مرتبط بعصره. نعم. فيما يتعلق بالحرب، فيما يتعلق بالزراعة، فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بالقانون إلى آخره. وهذا يتغير من عصر إلى عصر. يعني دور من يا دكتور؟ نعم، دور من؟ يعني حضرتك كتبت كتابات كثيرة في تحرير العقل وفي النقل وفي التراث وعلاقتنا بالتراث، كتبت وكتبت في كل شيء،
ولكن هل القضية قضية مفكر ولا قضية رول دين؟ وإذا عدنا إلى حديث رسول الله يعني فيما يتعلق يأتي على رأس كل 100 عام من يجد من دي من؟ يعني في هذا التوقيت وأنت عارف أن المتشدد فريق التشدد على الفريقين سواء التشدد السني أو التشدد الشيعي أصبح فاعل، يعني ستجد داعش تشدد سني وستجد حوثيين وغيرهم وحزب الله وغيرهم تشدد شيعي، وبالتالي النار تاكل الجميع. وتجد مفكرين مصلحين أقرب إلى إيجاد موقف، لا أقول وسطا، أنا إيجادي موقف يحاول أن يعني أن يتعرف على أرضية مشتركة بين هذه الفرق. ليس الإسلام فقط عقوبات ولا حدود ولا قطع رؤوس، هذا هو أحيانا يوجد في الكتب القديمة، لأنه لم تكن هناك مشاكل زراعية ولا صناعية ولا علاقة دولية، ومن ثم كان هذا هو الإطار العام الذي يوضع فيه الفقه. الآن تغير الفقه، ولم يعد الإطار العام في العلاقات الدولية حرب أمة على أمة، لم يعد في العلاقات العامة الآن فيما يتعلق بالمرأة أن أو في الأسير أن الأسير يعني يقطع أو يحرق كما فعلت داعش إلى آخره، لأن الأسير له حقوق الآن. يعني الإعلانات العامة لحقوق الإنسان التي أعلنت في جنيف وفي باريس وفي إلى آخره وفي نيويورك أصبحت تسبق الفقه الإسلامي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، نظرا لأن الفقهاء يظنون أن الفقه الإسلامي هو صنيعة عصر واحد، صنيعة جيل واحد لا يتغير، مع أن كتب الفقه الأربعة هذه التي كتبت في القرنين الأولين، نعم، ونحن الآن في القرن 15. يعني إذا لا نريد أن، هل ترى أن هناك رجوع أو نقوص أو ارتداد للزمن؟ يعني إذا قارنا الخمسينات وكان فيها يعني الأفغاني ومحمد عبده وغيره وما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن أسوأ، لماذا حدث هذا الارتداد إلى الأسوأ؟ تسمح لي بس أجل أخذ الإجابة لغاية ما أطلع فاصل قصير وأرجع تاني، لأن هذا سؤال كبير. يعني سأخرج إلى فاصل قصير وأعود مرة أخرى لأكمل هذا الحوار مع المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي. مشاهدي الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء مع المفكر الكبير أستاذ الدكتور حسن حنفي. أهلا بك مرة ثانية يا دكتور. هذا السؤال الذي طرحته، لماذا حدث هذا الارتداد؟ يعني حتى احنا ما وصلناش للخمسينات أيام الأفغاني ومحمد عبده وما قبله في هذا الوقت، كان أفضل من الآن، لماذا بتصورك؟ يعني الأجيال تسير في موجات. يعني كنا في 19 و20 وأثناء ثورة 19 التي فجرت القوى الوطنية وفي نفس الوقت القوى الليبرالية، ومنها خرجت المؤسسات والجامعة المصرية إلى آخره. كان الجو هو أن الإنسان هو المركز الكون، وأنه حر وأنه عاقل وأنه مسؤول، وكان النضال ضد الاستعمار، وكان دخول الجامعة في ذلك عامل محرك لإزدهار هذه الليبرالية. فلما جاءت الثورة المصرية في 52 غلبت العدالة الاجتماعية، وخشيت أن تؤدي الليبرالية
والحريات الفكرية إلى عود إلى الاستبداد من جديد. فغلبت عامل على عامل، المساواة الاجتماعية التي سميت الاشتراكية فيما بعد على قضايا الحريات، ففقدنا كثير من الحريات العامة. ثم بعد ذلك أتت الحريات العامة ولكن محملة بالخصخصة وبرجال الأعمال إلى آخره، فخسرنا مرتين ما اكتسبناه أولا وهو العدالة الاجتماعية، وما قيل أنه يعني ليبرالية جديدة وهناك كثير من السجون. إذا يعني طالما أن هناك سجون ومعتقلات، طالما أن هناك إقصاء للآخر، سيكون باستمرار هناك نوع من الرفض والعودة إلى إلى الاستبداد، نظرا لأن الاستبداد يكون موجودا باستمرار طالما أن الأنا يرفض وجود الآخر معه لعمل معه حوار. لماذا عدت إلى الموضوع السياسي فقط؟ يعني أنا كنت أتحدث مثلا عن العقلية المفكرة، المفكرين والفقهاء التنويريين إذا جاء أن نسمي هكذا. يعني إحنا محمد عبده والأفغاني كانوا شخصين استطاعوا أن يصنعوا حركة تنويرية، ومعهم شيخ علي عبد الرازق وغيره في مصر وغيرها في الدول العربية حدث ذلك. لماذا حضرتك دائما تعول على العامل السياسي أنه هو الذي يعني يجعلنا نعلو أو يجعلنا ننخفض؟ المفروض أن الحركة الفكرية والحركة الفقهية في أي دولة إسلامية أو عربية أن تواجه الطغيان السياسي إن حدث، فأين دور المفكرين والفقهاء؟ يعني العامل السياسي هو العامل الأبرز، لأنه هو العامل الحامل لجبهة المثقفين والطبقة المتوسطة وللجمهور، لكن العامل السياسي هو الذي يحمل العامل الاجتماعي، الذي يحمل العامل التنموي، هو الذي يحمل العامل التاريخي، لكن لم نشهد في القرن الأخير أو أقل بقليل نظام سياسي يعترف بوجود الأنا والآخر ويحاور الخصم. ما شهدناه أنا موجود وأنت في السجن، وأنت موجود وأنا في السجن، وبهذه الطريقة سينشأ الناس باستمرار نفسياً في خصومة مع الآخر، لا يستطيع أن يحاور الآخر، مع أنه يكون بينه وبين الآخر أحياناً عناصر مشتركة. أعود إلى الخطاب الديني في نقطة معينة، وهي مسألة أن العلماء، علماء الدين، الفقهاء الدين، لا أدري لماذا في 20 عام الماضية أو 10 أعوام الماضية ليسوا ظاهرين، وإن الظاهرين في اللي اتكلموا في الفضائيات سميناهم شيوخ الفضائيات وغيرهم هم اللي بيفتوا وهم اللي بيتكلموا، وللأسف كان وراءهم جيل من الشباب رحب بتغير الخطاب، وهناك ولكن لما اكتشف خواء الخطاب الديني، خواء ما يقولونه، حصلت تلك الردة في بعض الجماعات الإلحادية اللي شفناها في بعض الدول العربية. ما الذي يجب أن يفعله العالم الديني الحقيقي والمؤسسة الدينية الحقيقية والأزهر وغيره؟ لا يوجد شيء اسمه عالم دين. العالم عالم الاجتماع وعالم السياسة وعالم، يعني هو أيضا عالم دين، لأنه يتعرض لنفس الموضوعات التي تعرض لها الدين. وكذلك يعني عالم الدين إن لم يكن عالما بالاجتماع وبالسياسة وبالثقافة، فإنه سيكون خطابه خاويا من أي مضمون. لذلك لا يوجد شيء اسمه لباس دين، جبة، عمة، مؤسسة،
زي أزهري جامعة إلى تعرفنا آخره. عليها لأنه زي الأزهر، يعني الجبة والأفطان والطربوش زي أزهري، يعني يلبسه خريج الأزهر فنعرف أنهم أزهريون. وبالتالي لكن لو بالتالي الناس لهم كلمة، يعني الناس بتصدقهم باعتبارهم علماء الأزهر في هذه المسألة. لا أدري إذا كان يعني هذا صحيحا أم لا، أم أنه إلقاء التبعة على الآخر وخوف منه، لأن رجل الدين سيكون له سلطتان، سلطة دينية وسلطة مدنية إلى آخره، لكن الشهيد هل هو رجل الدين أم رجل الدولة؟ العالم الذي يكتشف ما فيه مصلحة الناس هل هو رجل دين أم رجل دولة؟ يعني إذا هذه القسمة رجل دين ورجل مدني إلى آخره هي قسمة يعني ورثناها من التاريخ، ورثناها من عصر المملوكي ومن عصر الأتراك وقبل ذلك ربما، لكن كل من يعمل لما فيه مصالح الناس إنما هو رجل دين، وكل من يضر مصالح الناس هو رجل يضاد الدين بفعله وفكره إلى آخره، فلا توجد مؤسسة تسمى مؤسسة دينية ولا رجل ولا جامعة ولا آخره، إنما القضية هي الموضوع الذي يتم الحديث فيه والغاية التي تهدف إليها والنتائج المترتبة عليها. طيب يعني أحدك تتابع مثلا الأزهر والأوقاف، المؤسسات الدينية في مصر يعني ودار الإفتاء يعقدون مؤتمرات ويتحدثون عن تجديد الفكر الديني وتطوير الفكر وتحديث الفكر الديني والخطاب الديني وأشياء من هذا القبيل، ويعني والأمر بات كلام في كلام. كمفكر كبير راصد للعقل العربي وذهنية العقل العربي الآن وذهنية الأجيال الجديدة اللي طالعة الآن، ما الذي يجب، كيف يمكن أن ننزل هذا الكلام من كلام على المنصات إلى سلوك حقيقي في الشارع؟ هل نحتاج خطة قومية دينية ثقافية؟ هل نحن عندنا نقص في العقول، العقول الدينية والعقول الثقافية والفكرية؟ فين الأزمة؟ طالما أن النظام السياسي الذي نعيش فيه يشجع هذه المؤسسات وهذا الخطاب ويجد فيه تشجيعا لكل القرارات السياسية ضد المعارضة، سيظل باستمرار هذا الوئام بين الخطاب الديني والخطاب السياسي، لكن إذا انفكت العرى بين الخطاب الديني والخطاب السياسي وجاء الخطاب السياسي ناقدا للخطاب الديني كما حدث في أوروبا في أوائل عصر النهضة، وربما استطاع الخطاب الديني ينقد الخطاب السياسي كما فعل الأفغاني مع خطاب الدولة العثمانية، إذا يعني عدم ربط السلطتين معا، يعني سبينوزا في بداية القرن ال17 وأنت ترجمت أعماله، نعم له رسالة في اللاهوت والسياسة، نعم، لإثبات أن حرية الفكر ليست خطرا على التقوى على الإيمان ولا على الدولة، ولكن القضاء على حرية الفكر فيه قضاء على التقوى وقضاء على الدولة. نعم، أشكرك شكر جزيل للمفكر الكبير أستاذنا الدكتور حسن حنفي، شكرا جزيلا لحضرتك. لا أهلا وسهلا، أهلا بك، أهلا بك. شكر موصول لكم مشاهدي الكرام لحسن متابعتكم لنا، نلتقي غدا لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء.